الشاشة جابر بن حمد بن جابر الغفراني. اللحظات الأخيرة ولكن شقرة طارت بالشلفة بلشة يا سلام بلشة وشقرة محمد بن منصور آل سيف الخيارين من استطاع أن ينتزع أول أشواط سن الثنايا هنا. منصور بن غانم آل سيف الخيارين وغانم بن محمد الخيارين وعبد الله بن غانم الخيارين وأخذ الصور التذكارية. غانم بن محمد بن منصور تستاهل فوز شقرة بشلفة شلفة الشوط المفتوح. تستاهل خير وعافية. مرحبا ومسهلا يا بركة. تبارك الله. وش سلالتها؟ شقرة أبوها ولد مشهور وأمها بنت ملوك. ومشاركتها قبل الشوط الرئيسي الليل؟ شقرة ما ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم كلش، اللهم لك الحمد. ترشحت من مساء البارح. نعم صحيح. صبت عليها الترشيح. كان أكثر الترشيحات مع شقرة وربي يوفقها اللهم لك الحمد. تركض شقرة قبل الليلة، كان تدفع الناقة ولا تأخر وتلحق؟ شقرة تقوم مع الهجة الأولية اللي قدام في الخامس والست، اليوم دفعت في وجه الحلال ما قصرت اللهم لك اليوم. لكن ما كان عليك ضغط يوم استلمت المقدمة من البداية؟ ما عليها لا من ضغط ولا من شيء شقرة. نعم ما شاء الله تبارك الله. ايش توعد جماهير الشعار وهل العوينة ومحبين الشعار في باقي المهرجان ايامه؟ نوعدهم بالافضل ان شاء الله اليوم وبكره والسنين القادمه ان شاء الله. ان شاء الله بيض الله وجهك الفوز لمن تهدي؟ وجهك ابيض الى سيدي سمو الامير والامير الوالد ولابوي غانم منصور والمحبين شعار صيد الرموز عام. الفخر والعز تاتي بالعزايم.